احنا اليوم في عنا حفل اختتام العام الدراسي، فحبينا يعني نبرز مواهب أطفالنا من خلال هذا الحفل، وبنفس الوقت الأهالي يشوفوا تقريبا برنامجنا خلال عام دراسي كامل شو قدمنا فيه. اليوم عاملين حفل ختامي لنهاية العام الدراسي لنبرز فيه مواهب الطلاب اللي احنا اشتغلنا عليها خلال العام الدراسي كله، من تمثيل، من رقص، من غناء بمختلف اللغات، وخصوصا دخلنا اللغة الروسية وسوينا فقرة باللغة الروسية كتير بينت مواهب الطلاب وإبداعاتهم.